أما في ملف الحصار الحوثي للمدن فقد نظم أبناء تهامة وقفة احتجاجية جنوبي الحديدة هي الثانية خلال أيام تنديدا باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية بقطع الطرقات بين المدن والمحافظات. الوقفة التي شارك فيها المئات من أبناء تهامة وجرى تنظيمها في مديرية حيس طالبت بضغط دولي على ميليشيا الحوثي لفتح الطرقات المغلقة والتي تسبب إغلاقها بإجبار الأهالي على قطع طرقات طويلة تمتد نحو 24 ساعة مرورا بعدة محافظات في حين كانوا يقطعونها في دقائق معدودة. والأسبوع الماضي شهدت المديرية وقفة مماثلة طالبت بفتح الطرقات وإجبار ميليشيا الحوثي على انتزاع الألغام التي زرعتها في الطرقات وراح ضحيتها مئات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال. إذن والوقوف حول هذا الموضوع ينضم معنا الصحفي المعروف السيد عبد الحفيظ الحطامي. نرحب بك سيد عبد الحفيظ معنا في أخبار المنتصف. إذن هذه وقفة لأبناء تهامة هي الثانية حاليا، هل بداية ما أهمية هذه الوقفات بداية؟ نعم أختي الكريمة، الآلاف من أبناء تهامة جنوب الحديدة وبالذات في العاصمة الخوخة وهي المدينة الساحلية التي شهدت العديد من التظاهرات خلال الثلاث الأعوام الماضية مطالبة بفتح طرقات حيس الجراحي التي في الواقع يعني يتكبد خلالها مئات من الآلاف السكان في مديريات جنوب الحديدة. المعاناة توقع يا أختي الكريمة يعني ما بين المديريتي الجراحي حيس قرابة ربع ساعة من السفر يقطعها المواطن من حيس باتجاه الجراحي وايضا زبيد والتحيته والدريهمي وبقيه المديريات الجنوبيه، لكن المواطن يتكبد خلال غلق ميليشيات الحوثي لهذا المنفذ حيث الجراحي يتكبد طرقات تستمر الى يوم كامل من السفر، اذ يعود المواطن باتجاه منطقه الحوضان في مدينه تعز وبعد ذلك يتوجه الى محافظه ابد باتجاه مديريه العدين وبعد ذلك وصولا الى الجراحي والى المديريات الجنوبيه. نعم. الكثير من البضائع تتلف، العديد من السكان يموت المرضى اذا ارادوا ان يذهب بهم الى مدينه الحديده او الى تلك المناطق. الكثير من ايضا الطرقات الفرعيه فخختها ميليشيات الحوثي بالالغام والمتفجات والكثير من ادوات النقل الثقيل تتعرض اما للقصف او تتعرض للالغام ميليشيات الحوثي، وبالتالي هي قضيه انسانيه بامتياز خاصه وان الجانب الحكومي سبق في 2019 فتح الممر من جانب واحد على اعتبار استجابه لاتفاقيات استوكهولم التي نسبت على ذلك، بينما رفضت وترفض هذه اللحظه بالرغم من ان البعثه الامميه انها زارت هذه المناطق وطالبت ميليشيات الحوثي بفتح هذا الممر. طيب سيد عبد الحميد كما تحدث معاناه مستمره يعني تكبدها الاهالي في هذه المناطق كما تحدث ومعاناه مستمره منذ سنوات، الجانب الحكومي فتح الطرقات من جانب واحد في عام 2019، الان ما مبررات الميليشيا لقطع الطرقات؟ ما هو المبرر الان؟ ما الذي يقولونه سواء للداخل او حتى للبعثه الامميه الموجوده في الحديده؟ الميليشيات طبعا تدعي بان لديها مخاوف من يعني توقع القوات المشتركه في هذه المناطق، بينما القوات المشتركه في الواقع هي اضحوكه اختي الكريمه. القوات المشتركه هي التي انسحبت من تخوم مدينه الحديده باتجاه هذه المواقع بحسب كما قيل تنفيذ الاتفاقيه ستوكهولم، وبالتالي الميليشيات هي المستفيده من العملية انسحاب القوات المشتركة، وهي أيضا تبرر بأن القوات المشتركة تود التوكل عبر هذه الطرقات، هي تريد إجبار المواطنين على الانسحاب من العديد من المناطق المتاخمة ما بين مديرية حيس والجراحي لتتوسع أكثر باتجاه الجراحي وباتجاه مديرية جبل راس وباتجاه المناطق المحادية لمديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز الواقعة بين مديرية بين محافظة تعز الحديدة، وبالتالي هو مبرر للتوسع فقط من قبل هذه الميليشيات ولا توجد حتى خطوط نار الا متباينه في هذه المناطق. نعم. وهي وسبق للامم المتحده وللبعثه الامميه اطلعت على خطه في محاوله للمدنيين بعيدا عن اي اشكالات عسكريه ولا توجد حتى اشكالات في هذه المناطق
إلا أن الميليشيات تريد يعني إجبار أو فرض عقاب جماعي على كما تحدث السيد عبد الحفيظ عقاب جماعي. نعم نعم هو عقاب جماعي من قبل هذه الميليشيا ضد الأهالي في هذه المناطق. نعود الآن لأهمية هذه الوقفات، نلاحظ أن هناك حراك مجتمعي وحتى إعلامي حاليا، ما أهمية ذلك؟ هل سيشكل أيضا ضغط لهذه الميليشيا أيضا وإعادة هذا الموضوع إلى الواجهة واهتمام الأمم المتحدة والبعثة الأممية المتواجدة في الحديدة؟ أختي الكريمة، الواقع أن هذه الوقفات شاركت فيها قيادة السلطة المحلية وكافة الأحزاب السياسية والمكونات الاتحادية وحتى بعض قيادات القوات المشتركة، لكن هذه الوقفات في اعتقادي وفي تصور حتى العديد من أبناء محافظة الحديدة لم تعد مجدية بعد أن تم وأرسلت العديد من الخطابات والبيانات والرسائل الاحتجاجية سواء بالمسيرات أو حتى بالبلاغات والبيانات أو حتى أيضا بالتواصل مع البعثة الأممية أمها التي زارت هذه المنطقة. المواطن اليوم يتطلع إلى أن تتحرر هذه المناطق وتتحرر المديريات الواقعة التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات من قبضة هذه الميليشيات. هذا هو الحل وهذا هو الأمل الوحيد الذي يتطلع إليه أبناء محافظة الحديدة بعد أن سدت ميليشيات الحوثي بخ جميع الطرقات والعديد من التطلعات. يرى أبناء الحديدة النور في هذه المناطق التي ترفض الميليشيات أن تلتهج من هذه المناطق وترفض حتى يعني مجرد فتح طريق واحد كممر إنساني الذي أصبح ضرورة إنسانية على المجتمع الدولي أن يضغط على هذه الميليشيات التي للأسف الشديد اتهم فيه أو اتهم فيه المجتمع الدولي بالتواطؤ مع هذه الميليشيات على امتداد منذ 18 ديسمبر 2018 حيث اتفاقية استيفون وحتى هذه اللحظة التي لا تزال فيها ميليشيات الحوثي ترفض فتح هذا الطريق، ترفض فتح يعني كشف خارطة الألغام التي تقتل المدنيين بشكل يومي في المناطق الجنوبية لمحافظة الحديدة. نعم، صحفي المعروف السيد عبد الحفيظ الحطامي، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا. Thank you.